بهدف تعزيز سوق المناولة بين المؤسسة الوطنية الصناعية الكبرى والمؤسسة المتوسطة والصغيرة وتطوير القطاع الصناعي من خلال زيادة نسبة الإدماج الوطني، افتتحت الطبعة السادسة للصالون الدولي للمناولة ألجست 2021. هذا المعرض كامل تجسيد يعني لسياسة المرافقة هذه، وتجسيد يعني لكل يعني النظم اللي تبنتها يعني الدولة لمساعدة المؤسسات الناشئة أو لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة. يعني احنا أي مؤسسة تقدر تقدم منتوج، أي شركة تقدر تقدم خدمة للشركة واحدة أخرى بحيث أنه الصناعة الوطنية يعني تتكامل فيما بينها، مرحب بها، وهي يعني مرشحة للمرافقة، مرشحة للمساعدات اللي يعني خصتها الدولة لهذا النوع من الشركات. الصالون كان فرصة للشركات الوطنية الكبرى لعرض فرص مناولة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعقد اتفاقيات تعاون معها في مجالات نشاطها. الهدف من مشاركتنا في هذه الطبعة هو الترويج لخدماتنا ومنتجاتنا، وكذلك الاحتكاك بالشركات المحلية عمومية كانت أم خاصة، ويسبو هذا إلى دعم ورفع نسبة إدماج المنتوج الوطني والخفض من فاتورة الاستيراد. أنا سبيسياليزي في الفابريكاسيون دي بيس ميكانيك و افيك دي ماشين كومود نيميريك، نلحق حتى 1 متر 200 دي ديامتر وحتى 7 مترات في الطول، حتى لي زارب دو نافير يخدموا عنا كيما كورينابرا يخدموا لي بيس دو نافير عنا. والبروجي تاعنا ان شاء الله باذن الله راه في الصناعه لونغروناج تاع لا بوت فيتاس، تما شركه راهي ديفلوبا بتي ابتي و سي سا. والهدف من هذا الصالون الدولي لتعريف بالشركه للناس اللي ما تعرفهاش، والحمد لله اكتويلمون رانا معروفين في سوغ لو تيريتوار ناسيونال مع سيدار الحجار، مع ليكوسيدار، مع الفا بايباردايا والسوناتراك بيان سور. الطبعة السادسة للصالون الدولي للمناولة ستسمح بزيادة نسبة الإدماج الصناعي وتشجيع وتطوير المنتوج الوطني ومنح فرص تشغيلية أكثر، وبالتالي تقليص فاتورة استيراد الخدمات والمنتجات.